طبعا دي كمان من اهم المعالم الاثريه والسياحيه لازم تزوروها. لكن بجد بقول لكم رمضان في مصر غير تماما، يوم جميل 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 جدا، انا استمتعت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. وما زالت جولاتنا السياحية مستمرة في أم الدنيا مصر. طبعا يا جماعة، قصة المكان اللي أنا مشيته ده تعالوا أقول لكم بكل اختصار. أثناء ما أنا جاي من المطار شفت ما شاء الله تبارك الله قلعة كبيرة جدا جدا، داخل القلعة دي في مسجد. قمت سألته إبراهيم صاحبي، قلت له يا إبراهيم المكان ده شنو والمسجد الكبير ده حق شنو؟ قال لي معقول يا مصعب تجي مصر وما عارف المكان ده حق منه؟ قلت له لا والله ما عارف المكان ده حق منه. قال لي دي قلعة صلاح الدين الأيوبي. قلت لازم أجيها. المهم يا جماعة قررت إنه اليوم أجي قلعة صلاح الدين الأيوبي. طبعا ما صورت هناك، أنا أثناء ما أنا متواجد في قلعة صلاح الدين الأيوبي، أنتوا عارفين ليه؟ معظم الناس طبعا يا جماعة اليوتيوبرز والسياح بتضايقوا من التصرفات اللي بتضايقوا من بعض الناس، يعني نسأل الله إنه يصلح حالنا وحال المسلمين، والأوضاع الاقتصادية بقت صعبة في كل مكان. على العموم ما جاي أتكلم لكم عن الحاجات دي، جاي أتكلم لكم عن الجوانب الإيجابية في مصر. طبعا دي كمان من أهم المعالم الأثرية والسياحية لازم تزوروها. شيدت هذه القلعة في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، طبعا هو اسمه أبو الظافر ولقبه بصلاح الدين الأيوبي. بنى هذه القلعة، لكن للأسف يا جماعة ما قدر يحضر اكتمال القلعة لأنه يتوفى. معروف صلاح الدين الأيوبي بانتصاراته العديدة ضد الفرنجة والمسيحيين والصليبيين، ونجح في طردهم من بيت المقدس، وقال لهم لن تدخلوها أبدا ما دمت أنا حيا. وبعد 700 سنة للأسف رجعوا المستعمرين الفرنسيين مرة تانية البيت المقدس بقيادة اللواء هنري غوردو، وقتها يعني القصة المشهورة الله ينعله، أنا ما حقول غير كده، لما رفس في قبر صلاح الدين الأيوبي وقال له قوم يا صلاح، رجعنا ودخلنا بيت المقدس مرة تانية. طبعا يا جماعة قلعة صلاح الدين الأيوبي تحتوي على 4 قصور داخل القلعة. أشهر هذه القصور قصر محمد علي باشا، وأمر بتشييد مسجد محمد علي باشا. أول ما دخلت المسجد ده يا جماعة وشفت ارتفاع المسجد، يعني يمكن تقريبا كده خلينا نقارنه بالعمار، نقول يعني تقريبا 10 طوابق بدون مبالغة، وما شاء الله تبارك الله السقف حقه جدا عالي، حتى أنا ما أعرف كيف يعني قدروا ما شاء الله تبارك الله يبنوا مسجد بدي الضخامة يا جماعة. فقرر محمد علي باشا بناء قرار بناء مسجد آية صوفية، قرر إنه يبني مسجد محمد علي باشا. وطبعا يا جماعة قلعة صلاح الدين الأيوبي مبنية على أعلى جبل في منطقة اسمها المقطم. من المنطقة دي ما شاء الله تبارك الله بتشوف كل القاهرة، لدرجة انك انت بتشوف اهرامات الجيزة من قلعة صلاح الدين الايوبي. وزي ما قلت لكم قلعة صلاح الدين الايوبي فيها عدة متاحف حربية واثرية، بس للأسف انا ما قدرت لا ادخل المتاحف الحربية ولا قدرت ادخل قصر محمد علي باشا نظرا لاعمال الترميم والصيانة. طبعا الدخول بالنسبة للمصريين والعرب صراحة يا أخواتنا المصريين، انتوا هنا انصفتونا وعاملتونا زينا زي المصريين ب60 جنيه، أما بقية الأجانب ب200 جنيه. صراحة يعني يستحق الزيارة، قضيت فيه وقت ممتع جدا جدا حقيقي، انبهرت بالطراز المعماري لمسجد محمد علي باشا وطراز القلعة اللي لها تقريبا أكثر من 800 سنة، وهي ما زالت صامدة على دي الحال، وطبعا حصلت لها ترميمات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. وطبعا يا جماعة في الفيديوهات السابقة أنا قلت لكم يا جماعة إذا جايين أي مطعم لازم تحجزوا. أنا الآن حجزت في مطعم استوديو نصر على الباخرة أو العبارة نايل سيتي المطل على النيل، وراي مباشرة اللي هو فندق الريد كارتون. ويعني صراحة من الآن بدينا نشم ريحة المشاوي والحاجات دي، يعتبر أنا جاي بدري شوية عشان القلعة في أيام رمضان بتقفل الساعة 3، وفي الأيام العادية بتقفل الساعة 4. حضطر أنتظر لين وقت الفطور وحنفطر مع بعض، وبعدها حنتسحر، وبعد كده حنقفل حلقتنا. تقييم لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي أديها 10 من 10. وكمان لو حابين تاخدوا معلومات أكثر عن قصة صلاح الدين الأيوبي وبطلاء صلاح الدين الأيوبي تقدروا تدخلوا وتسألوا عن جوجل وجاوبكم على كل الأسئلة. يلا أنا ما حابب أطول عليكم، وخلونا بعد كده ننتظر لين ما يأذن الأذان
ونفطر مع بعض، ونتمنى لكم صياما مقبولا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام ويكتبنا من العتقاء من النار ويرزقنا ليلة القدر، بما أنه في العشر الأواخر دخلنا على العشر الأواخر في رمضان. يلا خليكم معنا. طبعا يا حلوين، بعد ما خلصنا اكل نقول الحمد لله الذي اطعمنا من غير حول ولا قوه مننا، والله ديما من نعمه. نجي يا جماعه نقيم الاكل على السريع. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، انا عرفت ليه استوديو مصر فتح عندنا في جده. حقيقه اكلهم طعم، بس يعني صراحه للامانه ادي المشاوي 7 من 10، ومشاوي قصر المصطفى افضل منها بكثير. دي كان امبارح اديتها 9 من 10 ويستاهلوا، اما مشاوي استوديو مصر اديهم 7 من 10. والحاجة الثانية اللي عجبتني عندهم أكثر، البامية مع الرز حقيقي جنان خطيرة، لازم تجربوها. طبعا يا جماعة أنا ما قدرت أصور لكم وأنا باكل، ما شاء الله تبارك الله المطعم زحمة ومليان بالعوائل، فكل المطاعم بتكون زحمة، فما حبيت صراحة أضايق الأسر، وخصوصا يعني أنا كنت بين أسرتين للأمانة، فاضطريت إني أستأذن من أسرة، قلت لهم بس حصور يعني، لكن من دون كلام من دون ولا حاجة. طبعا تعرفوا الناس صايمين ودارين يفطروا وياخذوا راحتهم في الفطور، فما حلو إن إحنا نضايقهم في الموضوع ده. بس أنا صراحة حبيت أشارككم تجربة الفطور في رمضان وكمان على النيل، يعني صراحة أجواء ولا أحلى يا جماعة. يا ريت يعني صراحة لو قررت أنكم تنزلوا مصر، طبعا معظم الناس بتحب تنزل مصر في الأيام العادية، لكن بجد بقول لكم رمضان في مصر غير تماما. الأجواء حلوة، الناس حلوة، النفوس نظيفة، كل حاجة صراحة يا جماعة بتكون غير في رمضان. ومبارح أنا مشيت مكان أول مرة أمشي، إن شاء الله ده حتكون له تغطية خاصة بكرة بإذن الله تعالى. طبعا يا جماعه الفطور هنا في استوديو مصر عباره عن 6 منيو، عباره عن 4 وجبات انتم بتختاروا منهم. انا اخترت الوجبه رقم 2، سعرها 325 مع الضريبه والسيرفيس. طبعا هم عندهم هنا ضريبه زياده على كده السيرفيس، كلها عملت معايا 425. طبعا زي ما قلت لكم امبارح انا حجزت ودفعت مقدم 200 جنيه، الان جيت دفعتها بس اللي هو الباقي 225 جنيه. وبعد ما خلصنا يا جماعه جينا شربنا احلى قهوه من ستاربكس. اللي عجبني صراحه يا جماعه في مصر لما جيت برضو 2019 كان تقريبا في العيد، برضو كان مسوين اكواب كده للعيد. انا اتمنى عندنا في السعوديه يسووا الحاجه دي، سووا لنا يعني كل موسم ولا كل مناسبه يكون لها شكل حق اكواب معين. طبعا يا جماعه ما قاعد اعمل اعلان لستاربكس، عشان ستاربكس اصلا اشهر من نار على العالم، وحتى الناس العالميين واللعيبه العالميين ما بيعملوا يعني زي ما بيقولوا دعايه لستاربكس. بعد كده يا جماعه باقي لنا شنو؟ باقي لنا بس نسحر مع بعض ونقفل حلقه دي. يلا خليكم معانا وحوريكم ان شاء الله السحور وين هيكون، في مكان شعبي. يلا تعالوا معي. يا هلا والله، كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير ورجعت لكم مره ثانيه. ويا جماعه زي ما وعدتكم ان شاء الله حنقفل مع بعض حلقتنا بالسحور، وطبعا تحديدا جيت محل اسمه فول الخليفه، ما شاء الله تبارك الله على الزحمه، وعندهم كل ويكند فعاليات جدا جميله، فالمكان صراحه زحمه. زي ما قلت لكم يا جماعه فطور سحور في مصر لازم 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 تحجز. طبعا شوفوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله كيف الفول يا جماعه، حار نار زي ما بقول. قول بسم الله، اول حاجه نبدا بالفول حقنا. وطبعا كمان طلبت من عندهم اللي هو البطاطس، وكمان طلبت من عندهم الاقراص حقت الطعميه، وغير عن كده بيدوكم ضيافه جرجير، وعندكم العيش يا جماعه حار نار من الفرن جاهز. يا جماعه اليوم ده صراحه يوم جميل جميل. اللي هو خلاني اصرف اقل من اليوم اللي قبله، اللي هو موضوع انه أنا فرحان صراحة لأنه خشيت قلعة صلاح الدين نفس السعر حق المصريين، يعني حقيقة يوم كان ممتع. اليوم ده كامل يا جماعة كلفني تقريبا بالمواصلات بكل حاجة كلفني 800 جنيه مصري، يعني أقل من 90 ريال. وتخيل سويت كل الفعاليات دي، فأنتوا اكتبوا لي في التعليقات إذا السعر شايفينه مناسب أو شايفينه غالي.
فول خليفة ده جد أكلت فيه قبل كده مع إبراهيم. إبراهيم اللي ورانا المكان ده الله يديه العافية. زي ما بقول أهل مكة أدرى بشعابها، أنا برضو بقول لكم أهل مصر أدرى بمحلاتها، يعني بيعرفوا المحلات الضابطة وين حقة الأكل، وعلى مثل السودانيين مكان الطقة النظيفة والأكل النظيف والسعر بيكون مناسب. وطبعا المحل ده في التجمع الخامس بديك إحساس الأحياء الشعبية. هنا طبعا يا جماعة بتقدروا تاكلوا براحتكم، ما في ظل بضايقكم، ما في أي ناس بضايقكم، وما شاء الله تبارك الله يعني أصحاب المحل ما قصروا معايا. الله يديك العافية أخوي مصطفى، يعني ظبط لي الطاولة وظبط لي كل حاجة عشان أنا أعرف أصور بكل أريحية داخل المطعم. يلا يا جماعة خلونا نبدأ بالفول. أنا أصلا بدأت بيه ونبدأ بيه تاني. بيرفكتو يا جماعة، حاجة خطيرة جدا جدا للأمانة. بعد كده يا جماعة نجي ندخل على الطعمية، كل حاجة حارة. أحلى حاجة يا جماعة، أحلى حاجة أنا جربتها من المرة فاتت اللي هو الفول المحمر والأقراص حق الطعمية. طبعا طلبنا من عندهم البطاطس المحمرة، بس البطاطس المخلل عفوا، بس أنا ما ناسبت عشان كده أنا طلبتها المرة دي. طلبت الشيبس العادية، حقيقي حلوة حلوة جدا. طبعا يا جماعة هم ما عندهم اللي هو البارد عشان في جنبهم سوبر ماركت قريب، وجنبهم كمان في نفس الوقت في محل حق عصيرات، يعني تقدر تطلب من عندهم العصيرات. يا جماعة تقييم المحل فول الخليفة أديهم 8/10، ويستحق التجربة والزيارة. وحقيقة يعني عندهم أكثر من أنواع فول، عندهم الفول المخصوص، عندهم الفول بالزيت، عندهم الفول بالسمن، عندهم يعني أنواع كثيرة جدا من الفول. عندهم ما شاء الله تبارك الله أصناف عد وغلف، من السندويتشات لحاجات كثيرة. بس دي صراحة الطلبات اللي أنا اخترتها من المطعم عشان أقوله السحر سحور خفيف فإن في السحور بركة. أنا ما بحب صراحة أتفس نفسي في السحور، عشان لو دفست أكل كثير اليوم الثاني حصحى وحكون جعان. وكده تكون خلصت جولتنا لليوم. بالمناسبة التقييم للجولة دي كاملة اليوم عشان أنا مبسوط جدا جدا، حدي طلع حقة الليلة 9/10. وكده تكون خلصت حلقتنا لليوم. أتمنى إن الحلقة تكون نالت إعجابكم، وأشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.